بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إخواني أخواتي متابعي قناة الإعلامية لتعلم المكتبيات. مرحبا بكم من جديد في درس من سلسلة دروس قناة الإعلامية لتعلم المكتبيات. الدرس اليوم غادي يكون هو طريقة تحويل أنفيشي وورد لأنفيشي بي دي إف. تاني حاجة كنبغي نشكركم عني على التفاعل ديالكم، وكنبغي نشكركم كذلك على الالتزام ديالكم وعلى الرغبة ديالكم يعني في تتبع يعني قناة الإعلامية لتعلم المكتبيات من أجل الاستفادة. وهذا بغيت نقول لكم يعني اخواني اخواتي، يعني كيعطيني غير شحنه وكيعطيني يعني واحد القدره باش انه نخلي شحال من حاجه اللي هي قدامي يعني، ونعطي الوقت الكافي والكامل للقناه الاعلاميه اللي تعلم المكتبيات باش نشرح لكم المزيد والمزيد يعني من الدروس. وحنا اللي بغيت نقول لكم اخواني اخواتي، احنا باقيين غير في البدايه، مازال ان شاء الله يعني غادي نشرح لكم اكسل واكسس والباوربوينت واوتلوك، وكاين يعني مجموعه من الاشياء يعني اللي هي في البرنامج ديالنا واللي حنا مسطرينها على اساس انه خصنا نشرحوها لكم، وان شاء الله يعني غادي تستافدوا وتستافدوا معايا. وكنشكركم كذلك على التصريح ديالكم على الطريقه اللي كنشرح بها، هي طريقه جد سهله ويعني وفي المتناول. كنشكركم كذلك اخواني اخواتي، وبقوا معايا باش نشرحوا هذا الدرس ديال تحويل انفيشي وورد لانفيشي بي دي اف. لنتابع. دونك الى بغينا نحولوا واحد لو طرافاي يعني من الوورد للبي دي اف، بيان سور اخواني اخواتي، كيخص اول حاجه يكون عندكم واحد لوجيسيال يعني كتليشارجوه من الانترنت، حتى الطريقه ديال التليشارجمون ديالو ولا انستالاسيون ديالو راه ساهله جدا. انا بالنسبه ليا كنخدم بهذا البي دي اف هذا الكريتور، دونك هذا هو اللوجيسيال اللي كنشتغل به انايا، ساهل في التليشارجمون ولا انستالاسيون ديالو. دونك هذا كيخصك ديري التحميل من الانترنت وتانستالي عندك في لورديناتور. دونك ميتنو غادي نمشيو غادي ناخذ لو طرافاي ديالنا اللي ديجا صايبناه في مايكروسوفت وورد على هذا الشكل هذا. دابا هذا بغينا نصايبو يعني على شكل بي دي اف. دونك الطريقه والميزه والفرق ما بين بي دي اف وما بين ان طرافاي سور وورد، بيان سور هاد لو وورد هذا وبيا هاد الفيشي الا بار اكزومبل هذا اللي حنا يعني في الانترنت اولا صيفطناه، وبيا الا دار ليه شي واحد كوبي كولي بيان سور يعني كيقدر يدخل ليه في اي لحظه، كيقدر يدير فيه موديفيكاسيون، ولكن ملي كنلوحو بالبي دي اف بيان سور هنايا ما كيبقاش يعني عنده الحق يدير موديفيكاسيون، يعني كيولي غير بليكتور سول. دونك هذا هو الفرق ما بين ان فيشي بي دي اف اي ان فيشي وورد. ميتنو غوغاردي بيان، انا ديجا مانستالي لوجيسيال ديالي. دونك هنا كيفاش غادي نحولو ميتنو للبي دي اف؟ كنمشيو لهاد الفولي اوفيس هذا، هاد لو بوطون اوفيس، كندير بحال غادي امبريمي هاد لو طرافاي هذا، كنمشي كنضغط على امبريمي. دونك غوغاردي بيان، في عوض ما نمشي نكليكي على واحد السميه ديال لامبريمونت ديالي، هنا كنكليكي على بي دي اف كريتور. هاد البي دي اف هذا وبهاد لوجيسيال هو كيطلع اوتوماتيكمون هنايا على هاد الشكل هذا، فوالا. اذا ما بقى ليا ماتنو الا نكليكي على اوكي. اذا ملي كنكليكي على اوكي ميتنو كنبقى كنتسنى حتى السيستم يخرج ليا هاد لا فونيتغ هادي. هنا كيعطيك التيتغ ديال الدوكيمون باغ اكزومبل فورماسيون، دات دو كرياسيون، دونك هنا غنديرو لا دات اللي هي 19/7/2020، لا ميم شوز عاود هنايا موديفي دونك 19/7/2020. دونك هنايا السميه دونك سي قدو نديرو دونك نخليوها وبيان نكتبو عديل لغوار يعني لو نون ديالي باغ اكزومبل على هاد الشكل هنا، بلا ما نديرو السوجي بلا ما نديرو لا مود كلي حتى شي حاجه. اذا هنايا كنمشي كنقول لي اونغوجيستري، ملي كنضغط على اونغوجيستري هو كيقول لك يعني فين باغي تسجل هاد لو فيشي بي دي اف. دابا هنا كتحدد لي انت فين باغي تلوح الفيشي، حنا نخليوه في البيغو. اذا اونغوجيستري، اذا غوغاردي بيان ميتنو لو بي دي اف يعني راه مشى و كريا لو طرافاي ديالنا هو هذا، صبع على هذا الشكل هذا. اذا غندير ليه فيرمي، وميتنو فيرمي حتى لهذا الفيشي هذا، وشوفوا معايا ميتنو ها لو طرافاي ديالنا اللي ولا على شكل بي دي اف. اذا ملي كندير ليه دوبل كليكي دونك هنا كيتفتح لينا على شكل بي دي اف. دونك هنا راه امبوسيبل تقول ليا غادي ندخل نضيف شي حاجه حيت ولا يعني بالبي دي اف. فوالا. دونك هنايا بيان سور هاد الفيشي بي دي اف باغ اكزومبل الا درناه حنا في واحد لاكلي ولا صيفطناه لشي حد يعني باغ كوغي الكترونيك، اذا هنا هذا راه ما كيتحلش، خاص حتى يكون عندك ديجا حتى انت انستالي، وبيا خاص هذا اللي غيتلقى لنا هاد الفيشي هذا كيخاص يكون انستالي عنده الادوب ريدر. دونك هاد الادوب هذا الريدر هذا هو اللي كيقرا لي فيشي بي دي اف، الا ما كانش هذا انستالي
كو سوسوا في التليفون عندك كو سوسوا في لورديناتور بيان سور ما غاديش يتحل ليه هذا لو فيشي كي سابيل فورماسيون. اذا كان هذا الدرس كيتعلق بطريقه ديال تحويل ان فيشي وورد ان فيشي بي دي اف. كنظن انه نال الاعجاب ديالكم اخواني اخواتي، وكنتمنى انكم تضغطوا على ابوني بارطاجي بلوس جيم حتى يصلكم كل جديد يتعلق بالقناه ديالنا اللي هي قناه الاعلاميه للتعلم المكتبيه.